لو سمعت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة؟ حلو قرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كايل كيويت. في البداية نحب نشكر محل آي فيب على هذا الحصري اللي هو الفيتاليتي، هو يعتبر من أول المحلات اللي جاب الفيتاليتي الكويت. الفيتاليتي طبعا من شركة الكيوبي ديزاين، غنية عن التعريف. أنا من الناس اللي كنت أحب الفيتاليتي 25 وما جربت 28، هذا 30 وإن شاء الله راح نجربه ونشوف مستوى وأداءه والهواء، أهم شيء الهواء. هذا عندنا فتحتين هواء تحت، وهذا الفتحة والتسكيرة حق الجوس. ماشي، هذا بطلناه كامل كله مع قطعة الألتم. إذا مثلا عندك أنت المود لونه ذهبي إذا تحط هذا، ومع طبعا هم البابلز. انا صراحة احب الشكل هذا العادي، هذا الركبة. هني الفتحتين اللي هني غير فتحة التعبئة، الفتحتين هذه حاطين لك مثل قفل اللي هو هذا، ومع الشرايح اللي داخل عشان تبدل الشريحة اللي داخل حق الـ Airflow. نبطل من داخل، شوف شلون شكله. ليش قاعد تبطل شيء؟ شوف هذه الشريحة نبدلها، في شرائح داخل أنا ما أحتاج إني أبدلها، نفسها بحطها ما بيغيرها. سكر بشكل سكر الركبة كذي. طبعا هي الاورينج، معلومه عن الاورينج، لا تخلي اي اورينج في الماي مده طويله لانه راح ينتفخ ويخترب، وهذا الاورينج اللي بالنص لا يضيع عشان لا يخترب عليك الاير فلو او انه يسوي ليك. اوكي ركبنا. انا صراحه الدايمتر 30، عشان نشوف كم مسافه البوست عشان نشوف الكويل. الكويل طبعا ينحط كذي، فعندنا تقريبا سنتي، يعني تقدر تحط الكويل حجمه سنتي، يعني 6 7 8 لفات مرتاح. سويت الكويل 8 لفات دايمتر 3.5، شوف وضعه كذي. يسألني كل البشر عن دمعة بعيني.
واصير انا في غيبتك يا نور. شوفت عيونك منيتي لكن نمو بيدي وتصور لو خلصت هالديرة من عينك ولا تقول رجعتي وانت اللي حالفة ما ترجعي رجعتي وانت اللي عارفة بتندمي رجعتي وانت اللي حالفة ما ترجعي رجعتي وانت اللي عارفة بتندمي قلتي لي نسيتها خلاص خذ مني وفاء وخلاص قلتي لي نسيتها خلاص خذ مني وفاء وخلاص قلتي لي وقلتي وبلحظة ضعفتي قلتي لي وقلتي وبلحظة ضعفتي ورجعتي. شوف شو موت كم أم عفواً نشوف كم مات بوست قريتي الرد على واط تقريبا أم 26 أم 26 73 طبعا هو ياخذ أكثر من 73 أم 26 صح؟ يعني على الحسبة كذي إذا نفرض البطارية 4.2 نقسمها على 0.26 نضربها على 4.2 67 واط حق البطارية واحدة. إذا بطاريتين نحط 8.4 نقسمها على 0.26 نضربها على 8.4 يعني حدي أكثر شيء 271 واط على هالكويل. بس أنا ما راح أصعد منها هالكثر يعني أتوقع 130 120 كافي. ليش قاعد أصعد بالتسخين؟ عشان الهوت سبوت لا تطلع لي هوت سبوت وأنا قاعد أبيب، لأن ما راح أبيب أنا على 94 راح أصعد. فالواط اللي راح أستخدمه هو يعني نفس الواط اللي أنا راح أسخن عليه. ماكو هوت سبوت نصعد بعد يعني في بعضهم يقولون ايش دعوة 130 ليش تصعد كذي ما يحتاج. كل واحد هو شنو يبيب عليه. انا ببيب على هالكويل 130 واط فبس تسخين اصعد ما على 130. انت بتبيب على 10 خلي حدك 15 وبس كافي. الحين 130 ممتاز راح ارد انزله ل 100 بعدين راح اصعد مره ثانيه عقب التقطير. اتوقع الحين كذي اوكي اعطاني اوم 26 ممتاز. الحين نحط القطن. اللعبه الحين في القطن لان الفيتاليتي قطنه طريقته غير عن طبعا الافيات الثانيه.
طبعا هذا الكويل مبدئي راح اغير في الكويل، يعني هذا اول شيء، بعدين عاد راح احط تريكور، راح احط يعني خلطه ثانيه، توكور تريكور، الحين انا حط توكور. يعني تريكور 28 راح اجرب عليه، تريكور 27 راح اجرب عليه واشوف ايه اللي يضبط معه اكثر. لكن هذا الكويل اسمه يعني بالنسبه لي اسمه الجوكر، يعني انا حق الار تي اي احطه اكون مرتاح، اللي هو تو كور 26 على حسب الدايمتر اللي تحطه. انا حاط دايمتر 3.5 ملفات. يعني يقدر يقول حد الدكت اللي تحت تقص عليه شوية أطول شوية أقصر ما يضر. ممتاز كذي خالصين. راح احط عليه نكهه النوهايب. ليش؟ طبعا انا عندي اكثر من نكهه هم انا حابهم وايد، هذين النكهات وايد حابهم، بالاضافه طبعا اللي قبلهم النوهايب، هذين اللي ما عندي منهم وايد صراحه، يعني هذه باقي لي واحده وهذه باقي لي واحده، هذه عندي منها كميه فابي اجازف بهذه احسن. يعني اذا طلع الكويل مو حلو ولا في شيء او في ليك في غلط ما ابي اجازف هذا، لكن النكهات يعني ما بيخربكم صراحة. حاطهم ار دي اي بس، هذه انا استخدمها مرتاح يعني حق الار تي اي حق التجارب كيفي، لان في منها وهم احبها يعني خوش نكهة. ان شاء الله بس يجيب منها اي فيب ناخذ منها كمية اللي هي الذرة و البمكن. واي سالفة ام تيرك صراحة زعلان علينا ما يجيب لنا ولا شيء والله. اوكي هذا الحين 100 واط. الحين اقدر ازيد 130 130 130 ممتاز. اوكي سلام. اوكي وين هذا؟ يعني انا قافل ما احب اعبي وانا فاتح، احب اعبي وانا قافل. خلنا نفتح هذا. طبعا فتحات التعبئة وايد كبيرة فما احب ارقص، افتح الكاب واعطيه اسرع واحسن. عبينا فل. اوكي
رد اللي ورا عشان يقفل. ها الحين نفتح. اوكي فتحنا. البابلز فيه بس خفيف. ليش البابل فيه بس خفيف؟ مو معناتها انه هو يعني مو محطوط القطن عدل، بس لانه ما في مجال ينزل فيه الجوس. يعني شوف مثلا في تايتن في غرفه تحت، اذا فتحت ينزل الجوس تحت، عشان كذي يطلع لك بابل غير القطن. هذا ما في، هي نفس الجلاس الزجاجه هذه هي فيها الجوس، ما في مكان ثاني تحت. زين خلينا نشوف الحين الوضع. بسم الله. ما راح نحكم على اول سحبه، دائما اول سحبه تكون فليفرها عالي. نعطيها بعد. بلشت. شوف كم ثانية السحبة. السحبة البف، وين البف؟ ايوه ثانيتين فاصلة ثمانية، يعني تعتبر شبه طويلة. هي طولت بالسحبة أكثر، 3 ثواني و28 السحبة، وما في دراي هيت. أنا طبعاً أحب أفتح الاثنين، إذا سكرت واحدة فليفر أقل فليفر أكثر، أنا ما أحب أفتح الاثنين. ما في ليك، ما ميلة في ليك. شوف الحين أصبعي مو ليك، ماكو ليك. أداء فوق الروعة بالنسبة كاستخدامي الحين. سحبات طويلة فوق الروعة، يعني صدمة. ما في ليك وأداء وايد حلو، وايد وايد حلو أداء. فتحتها فتحة الكبتب أضيج من هذه طبعا، يعطيك تركيز أكثر في الفليفر. صراحة ناجح ووايد ممتاز، وأهني شركة كيوبا ديزاين عليه، ممتاز. بعدين بجربه على الميكانيك. وليش بعدين؟ الحين الحين نجربه على الميكانيك. طب بعدين ايش حقه؟ انا بطلع نشوف الميكانيك وياه شلون. نشوف وضعه مع الميك. العاده ال ار تي اف الميكانيك بسرعه يعطيك دراي هيت، لان الحراره عاليه بسرعه يجف القطن. الحين سحبتين ماكو اي دراي هيت. الثالثه ماكو. الرابعه ماكو، بس مت وفليفر. وايد فليفر ممتاز، بس 4 ساعات على الميكانيك ما في. ناجح، روح ضربه خضر حجي. هذا على الميكانيك مرتاح. بعدين بركبه على السكابتر
عشان اطقم. لا ممتاز وايد وايد واحييه صراحه. يستخدم ميكانيك ريليتد انسى اللي درايتت وياه. ممتاز صراحه، فاخر جدا. الله يعطيك العافيه ومع السلامه.